وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات المسؤولين الأثيوبيين بشأن ملف سد النهضة بأنها استفزازية، مؤكدا أن القاهرة قدمت طلبا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي كي ينعقد لبحث الموضوع. استعرضت قوات الحشد الشعبي في العراق في محافظة ديالى في شرق البلاد في أكبر استعراض لها منذ تأسيسها في 13 من يونيو عام 2014. وظهر الحشد في استعراضه بمعسكر أشرف الذي كان سابقا معسكرا لمجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وهو يستعرض قواته وألياته الجديدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي لم تستعرضها قوات الجيش العراقي في احتفالات عيد الجيش في مطلع شهر يناير الماضي.